الانقسام واضح داخل الحزب الجمهوري، هل يستطيع مكارثي أن يقنع هذا الجناح الذي نتحدث عنه الجناح المحافظ أن يقنعهم به وكذلك يحصل على 218 صوتا والتي تخول له هذا المقعد؟ هي بلا شك مشكلة صعبة جدا قدام كيفن مكارثي. في 10 ريبابليكانز رفضوا ان هم يصوتوا ان فيفر لكيفن مكارثي، وبالتالي المهمه بتاعته انه يقنع هؤلاء المنشقين عن الحزب الجمهوري او الرايت وينز ان هم يصوتوا معاه. وزي ما ذكر الدكتور عزت حصلت قبل كده نفس المشكله لونج تايم اجو، يعني 1800 وشويه، انما ما اظنش ان الريببليكان هيستمروا في هذا النقاش اكتر من 24 ساعه. في خلال 24 ساعه معظم الريببليكان هيعملوا ضغط وبريشر على بقيه الريببليكانز عشان يصوتوا لكيفن. لو كيفن ما نجحش هتبقى مشكله بالنسبه للحزب الجمهوري. ومشكله الحزب الجمهوري لا يريد ان يواجهها، وبالذات عشان السنت اصبح ديموكرات. فالكونغرس لابد يكون متحد في مع الحزب الجمهوري. في مشاكل كثيرة جدا موجودة بالإضافة إلى كيفن مكارثي. أعتقد الكونغرس عارف إن في مشاكل في كوريا، في تشاينا، مشاكل في الهيلث كير، في الأوبيويد دراجز، إميجريشن، في عدة مشاكل الكونغرس سوف لابد أن يتعامل معها.